مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، صباح الحب والعهود، صباح الفل ودهن العود، صباح الورود لجميع المشاركين والمتابعين عبر قناة الريان الفضائية وقنوات الدوري والكاس ومستمعين الأثير على الهواء مباشرة. أحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن فعاليات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن إقامة 17 شوط، وهذا هو أولها على الهواء مباشرة، يستعد للانطلاق في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات. الشوط الأول الرئيسي للحيل، وخاص هذا الشوط بالإنتاج، وجائزته جائزة عينية قيمة، سيارة نيسان بترول ستيشن. وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط، بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ، وعليه سبحانه وتعالى نتوكل، ومنه نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق هذا الشوط بمشاركة المسك، نوف، الظبي، ضجيج، براقة، وسودة، والشاهينية، وبلشة، والعمالة، والجازي، وسلابة، والجزيرة، ومزنة، وأرناف، جمايل، ووزن، راهية، والسبعة، مزنة، وعرقة. 18 حايل حاضرة متواجدة في هذا الشوط الأول الرئيسي، أول أشواط الحيل في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. هذه الحيل التي صالت وجالت في الميادين في السباقات الماضية، اليوم تجتمع في أول المهرجانات الكبرى الرئيسية مقدمة الشوط، ومن تحتل المركز الأول وتسيطر المسك تعود ملكيتها للسندباد القطري صالح بن حمد. القمرة يقدم المسك على المركز الأول على صدارة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وصلت سودة تعود ملكيتها لمانع بن عبد الهادي الشهواني، يقدم سودة على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، وصلت مزنة لعبد الهادي بن عبد الله بن نايفة مع المركز الثالث. الدور والنقلة التالية إلى المركز الرابع، ومن تتواجد على صعيد المركز الرابع، وصلت راهية لناصر بن حمد بن ناصر بن حفيظ، يقدم راهية على المركز الرابع. ننتقل إلى المركز الخامس، المركز الخامس اللي انتقلت إلى المركز الرابع، وصلت الجازي، تعود ملكية الجازي لخالد بن محمد بن خالد العطية، خطفت المركز الرابع في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء. يتابعها المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، مضمر السمح، من انتزع في شوط اللقاية الخنجر الفضي للقاية القعدان الإنتاج، يتواصل هذا المضمر القدير بو خالد وإنجازاته على الصعيدين، المستوى الشعبي وهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. العودة إلى مقدمة الشوط، حصل دخول على المركز الخامس قبل أن نعود إلى المقدمة. نوف، وصلت نوف لمحمد بن علي بن سعيد بن حلفان، خطفت المركز الخامس، يتابعها المضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان. هناك أسماء عديدة لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، نشاهدها بالعين المجردة، رصيدها سيارات، وفيها ومنها من في رصيده رموز، حاضرات اليوم متواجدات حاصلات على رموز وعلى جوائز عينية سيارات اليوم. معركة الإنتاج، معركة النيسان بترول ستيشن، يا مضمرين، لمن ناموس الشوط، لمن أول أشواط الحيل في المهرجان يذهب مع من من هذه الشعارات الحاضرة. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المسك لصالح بن حمد القمرة السندباد القطري بمتابعة المحمداني محمد بن حمد الوهيبي، أحد الشباب البارزين، من خطف الرموز في المواسم الماضية،
والجوائز العينية السيارات متواجد، مضمر له باع طويل في عالم التضمير. المحمداني نتمنى لك التوفيق يا محمد. المركز الثاني وصلت فيه وتقدمت مزنة لعبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة، أحد المنتجين، أحد ملوك أو أحد ملاك الإنتاج والفحول في الخليج. في الخليج يمتلك نوعية ممتازة من الزمول، هذا الشعار وشعار بن نايفة، عبد الهادي بن عبد الله بن نايفة، هذا هو إنتاجه وإنتاج محمية بن نايفة. على المركز الثاني. المركز الثالث تصل سوده لمانع بن عبد الهادي الشهواني وشعار المضمر الهادي مع سوده على المركز الثالث. نوف يا بن حلفان، نوف 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 نوف، تقدمت نوف لتنتزع المركز الرابع في هذه اللحظات وتتقدم تقدم ممتاز. نوف تعود ملكية نوف من تتسلل محمد بن علي بن سعيد بن حلفان بمتابعة عوضة بن حلفان. مرحبا بالجزيرة، مرحبا بالجزيرة، أحد العملاقات صاحبة رمز في العام الماضي، في صاحبة الشلفة في أحد المهرجانات الكبرى. هذه الجزيرة، جزيرة بن مهيرة، من المرشحات لاختطاف ناموس الشوط. سالم بن حمد بن سعيد بن مهيرة مع المركز الخامس في هذه اللحظات تتقدم وتتسلل إلى المركز الخامس في أول نداء لها. إذن متواصلين مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم، وأصحح المعلومة بأن الفائز برمز الإنتاج في اللقاية مشرف عند الوالد محمد بن طالب بن عقيل. عموما نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول والسيطرة على المقدمة المسك. صالح بن حمد القمرة مع المركز الأول. يلا يا محمدان، اقتربنا من النيسان بترول ستيشن والأربعة كيلومترات الأولى وشكت على الانقضاء، ونفتح أيضا الأربع تبقيات عن بطلة ناموس الانتاج اليوم في الفترة الصباحية. ما زالت المقدمة مع المسك. صالح بن حمد القمرة يقدم المسك، السندباد القطري بشعاره القوي حاضر اليوم. المركز الثاني بن نايفة قادم، بن نايفة يقدم لنا مزنة، عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة مع المركز الثاني. الدور دور سودة مع المركز الثالث لمانع بن عبد الهادي الشهواني. يلا يا المضمر الهادي، يا مضمر زلزلة على المركز الثالث. المركز الرابع نوف، والخوف يا مضمرين من نوف، الخوف من نوف من تحتل المركز الرابع عندك يا بن حلفان، مع بن حلفان مع من يقدمها في هذا الشوط محمد بن علي بن سعيد بن حلفان، يتابعونها الشباب المبدع وعوضة بن حلفان. الجزيرة تصل راعية الإنجازات، راعية العوايد، راعية السجلات الحافلات مع المركز الخامس. الجزيرة لسالم بن حمد بن سعيد بن مهيرة يقدم الجزيرة، رصيدها الشلفة ووصيفة الشلفة والعديد من السيارات مع الجزيرة من تحتل المركز الخامس وهي مرشحة لانتزاع ناموس الشوط نظرا لماضيها العريق، لسجلها الحافل، لإنجازاتها. من تحتل المركز الخامس في هذه اللحظات. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. ما زالت المقدمة مع المسك. من قادت هذا الشوط قيادة حكيمة بمتابعة المالك صالح بن حمد القمرة، السندباد القطري المتابع للمسك اليوم الحاضر معها جنبا إلى جنب. ولكن يا المحمداني دير بالك، أرى الشعارات بدأت تقترب. يتابع المسك المضمر محمد بن حمد الوهيبي، أحد شبابنا الواثقين، أحد المضمرين المميزين في عالم التضمير مع المركز الأول. بن نايفة خطير مع المركز الثاني، عبد الهادي بن عبد الله
بن نايفة راعي صوغان الخناجر يصل مع المركز الثاني راعي الحذر راعي رعد وراعي غيرها من الانتاج حاضر اليوم ربما تنحدر من سلالة صوغان الخناجر أو غيره من الزمول في عزبة وفي محمية بن نايفة. الله يا سلام يا سلام مميز بن نايفة في الانتاج مميز بالانتاج راعي حبوبة راعي غيرها من الأسطفة الرموز خطفت الأشواط الرئيسية مع المركز الثاني بن نايفة يقدم مزنة خير تقديم خير تقديم في هذا الشوط الأول الرئيسي والنيسان بترول ستيشن. المركز الثالث سودة تتقدم لمانع بن عبد الهادي الشهواني مع المركز الثالث. يلا يا عبد المحسن يا ابن مبارك يا الشهواني ركز لي مع سودة من تحتل المركز الثالث. يلا يا الناطق الرسمي يا الشهواني يا عبد المحسن يا عبد المحسن شوف لي سودة وانطلاقتها الموفقة اليوم الموفقة نتمنى لها التوفيق. المركز الرابع وصلت نوف اقتربت نوف اقتربت من المراكز المتقدمة الأولى بن حلفان يقدم نوف حمد بن علفان يتابع نوف في هذه الانطلاقة والجزيرة تصل. الله وصلت العملاقة وصلت العملاقة تصل الجزيرة مع المركز الخامس بسجلها الحافل بالانجازات وهذا اللي ينطبق عليها يا ابو سعيد هذه الحائل اللي قده تشوش الريح الزعفران باقي ندره من العام والعام والعام في عذنونها سنوات والجزيرة تصول وتجول في ميادين السباقات. اليوم جيبها في الزعفران يا بمهيرة اليوم تبغى الزعفران تبغى الزعفران الجزيرة تعودت على الزعفران اشتاقت للزعفران الجزيرة مع المركز الخامس. وايضا ارى التقدم من بلشري سالم بن زيد بن راشد آل بحيح العودة الى مقدمة الشوط العودة الى المركز الاول. الله يا السندباد يا السندباد المسك غادرت المسك ودعت المشاركين انطلقت المسك مع شعار السندباد القطري صالح بن حمد القمرة صالح بن حمد القمرة هو بدوره احد المنتجين احد الداعمين للانتاج ويمتلك نخبة من الزمول في عزبة صالح بن حمد القمرة. الله هل بنسلم لمنطقة الانتاج اليوم منطقة انتاج القمرة لوبرة لوبرة هناك موقع الزمول موقع زمول القمرة منطقة نوبرة هل تنتزع ناموس الشوط بن حلفان قادم. الله يا نوف الله يا نوف طارت نوف طارت نوف مع بن حلفان مع المركز الثاني نوف 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 محمد بن علي بن سعيد بن حلفان تحركت نوف المسك ما زالت على المركز الأول المسك الكيلو متر الأخير يا المحمداني روح يا المحمداني روح روح للنيسان بترول ستيشن وصلت نوف وصلت نوف. الله يا سلام يا سلام هل يسعفها نوف الحظ او طار او طار السندباد طار السندباد بناموس الشوط طار بناموس الشوط مع المسك مع المسك هذه المسك تنتزع هذا الشوط الاول الرئيسي مع المحمداني اطمئن يا المحمداني اطمئن يا محمداني اطمئن مع المسك ما قدم المسك فلا خوف عليه ابدا 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 خلك مرتاح يا محمد يا بن حمد يا الوهيبي ويا السندباد القطري مع المركز الاول. نوف تحاول نوف تحاول ولكن المسك خلاص قفلت الشوط والعصا في الابطان العصا يا محمداني العصا يا السندباد كانها تسلم على الغارب الاصيل ما تحرك ابدا لين تصل على خط الصراع. هذه المسك قامت راس وتنهي هذا الشوط راس بهذا العرض اللافت وسلام يا منطقة الانتاج سلام سلام يا لوبرة سلام موقع زمول القمرة موقع ام المسك من انتجت المسك سلام وهنيك على الانتاج وهنيك على الانتاج يا صالح يا بن حمد يا القمرة وتميزه اليوم وتميز المسك كما تميزت في هذا المهرجان تنتزع النيسان بترول ستيشن لتهديه الى في الشوط الرئيسي الى السندباد القطري. سلام يا القمرة سلام تهانينا لصالح بن حمد القمرة من يدعم الانتاج من يدعم هذا الشعار بالمشترى والانتاج تهانينا تصل المسك قاطعة خط النهاية وقاطعة هذا الشوط بتوقيت زمني مميز تهانينا لصالح بن حمد القمرة ولمحمد بن حمد الوهيبي. المركز الثاني وصلت نوف لمحمد بن علي بن سعيد بن حلفان. المركز الثالث أرناف لفهيد بن جار الله بن سالم المكسور. المركز الرابع المركز الرابع وصلت ضجيج لراشد بن عبد الله بن راشد الزقيبة. المركز الخامس الجازي
لخالد بن محمد بن خالد العطية، تهانينا وناموس لمالك المسك السندباد القطري صالح بن حمد القمرة، وسلام على منطقة إنتاج المسك، سلام سلام يا لوبره، سلام وهنيك على هذا الإنتاج المميز. نهني صالح بن حمد القمرة على انتزاع المسك لناموس هذا الشوط، وانتزاعها أيضا لسيارة هذا الشوط، أول أشواط الإنتاج في فترتنا الصباحية. أنا موس الإنتاج غير دائما للملاك، تهانينا وناموس على انتزاع المسك لناموس هذا الشوط الأول الرئيسي. 12 دقيقة 41 ثانية 71 جزء من الثانية، تهانينا وناموس لصالح بن حمد القمرة وللمضمر محمد بن حمد الوهيبي. ناموس يا محمد علي، المركز الثاني وصلت فيه نوف، قطعت المسافة في 12 دقيقة 46 ثانية 80 جزء من الثانية، تهاني وناموس لمحمد بن علي بن سعيد بن حلفان، وتهانينا لك يا المضمر المبدع. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث أرناف، أرناف قطعت المسافة في 12 دقيقة 51 ثانية 38 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك المسك، لمالك أرناف اللي احتلت المركز الثالث المكسور، تهانينا لفهيد بن جار الله بن سالم المكسور.